يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غداً السبت طقس حار رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد. حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة، رطب ليلاً على السواحل الشمالية، حار رطب على باقي الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غداً على محافظات ومدن مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.